احمر ابيض الاسمر العالم كله كل الشعوب هتجتمع في نيويورك في الايام اللي جايه 90 دقيقه معاكم احنا اهو على رصيف الامم المتحده واقفين مستنيين مين اللي جاي يأيد مين اللي جاي يعارض مين اللي جاي بمشاكله مين اللي جاي يتكلم في اتجاه معين ومين اللي جاي يتكلم ضد الطيار هل في قرارات هتاخدها الامم المتحده هل هيقدروا يكافحوا الارهاب ولا هل رؤيه امريكا في مكافحه الارهاب هي اللي هتلزم كل الناس ان هم يتحركوا وتصر ان يتحرك العالم في هذا الاتجاه احنا 90 دقيقه احنا قناه المحور موجودين معاكم في الايام القادمه في نيويورك.